في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وفي معرض أسماء الله الحسنى. معرض أسماء الله الحسنى هو واحد من ثلاثة معارض حول ساحة المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ابتداء من معرض القرآن بوابة رقم 5، مرورا بمعرض محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بوابة رقم 8، ثم ختاما بمعرض أسماء الله الحسنى، والختام إن شاء الله مسك. نسأل الله يحسن لنا ولكم الختام. معرض أسماء الله الحسنى يدور على فكرتين. كم فكرة؟ فكرتين. الفكرة الأولى هي التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والفكرة الثانية فهم معاني أسماء الله الحسنى. تعالوا نبدأ من الفكرة الأولى. النساء هنا يا أمي، تفضلي. نعم لا لا، ما في إشكال، أنا دوري أن أرسلك، الله يبارك فيك، هذه وظيفتي والشرف لنا أن نخدمكم، نسأل الله أن يبارك فيكم. نحن الآن أيها الكرام أمام مجسم تقريبي للمجموعة الشمسية، نحن نعيش في أي كوكب؟ كوكب الأرض. هذه الكرة الزرقاء الصغيرة اللي أمامكم الآن القريبة هي الكرة الأرضية، رأيتموها؟ ارفعوا بصركم قليلا إلى الكرة البرتقالية، هذه الشمس، أيهما أكبر؟ واضح طبعا الشمس أكبر من الأرض بكثير، الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. يعني أنت الآن تقارن بين النملة والديناصور. إيه والله النملة والديناصور. العجيب أن الشمس الكبيرة هذه هي نجم من أصغر النجوم. يعني هناك كمان نجوم أكبر من الشمس بكم مرة؟ بتسعة بليون مرة. بليون. يعني الشمس بالنسبة لهم كالنملة بالنسبة للديناصور. الله عز وجل أمر عباده بالتأمل في مخلوقاته، قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أصحاب العقول السليمة إذا تأملوا في عظمة هذا الكون العظيم أدركوا شيئا من عظمة الخالق جل ثناؤه وتقدس اسمه. تعالوا نكمل الحديث عن المحور الثاني من محاور المعرض.